الله ينادي يوم القيامة: يا ملائكتي، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء مقدور، كل شيء مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يقول الله، ولذلك اقرأ إن شئت قول الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أذان صاغية وعيون شاخصة وقلوب تنصت بإيمان، الصغير والكبير والمتعلم والأمي، الجميع متجمعين حوالين كرسي عشان يستمعوا للخواطر الإيمانية للشيخ محمد متولي الشعراوي، اللي كان بيكلمهم بلغتهم البسيطة ومحدش بيقاطع كلامه إلا ابتسامات الجمهور ومناجاة لله العلي العظيم أو كلمة الله اللي بتبين فهمهم للي كان غامض عليهم. دي كانت الصورة اللي تعودت عليها معظم بيوت مصر والعالم العربي كل يوم جمعة لمدة 25 سنة أطل فيها الشعراوي على البيوت من خلال شاشات التلفزيون سنة 1973 لحد ما فارق الدنيا. فإذا الإسلام جاء لا ليحمل الناس على الإسلام ويكرههم، وإنما جاء ليحمي اختيارهم للدين الذي يريدونه. إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط، فكم من أناس يعيشون غير مترفين وهم في منتهى السعادة. أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. محمد متولي الشعراوي اتولد في قرية دقدوس مركز متغمر بمحافظة الدقهلية في 15 إبريل سنة 1911، وحفظ القرآن الكريم وهو عمره 11 سنة، وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ شعراوي لما كان والده عايز يلحقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وكان الشعراوي عايز يبقى مع أخواته لزراعة الأرض، ولكن إصرار والده خلاه يروح معاه القاهرة ودفع له المصروفات وجهز له السكن. والشعراوي كان عايز يخلي والده يرجع عن فكرة إلحاقه بالأزهر الشريف، وقال في باله لو غليت في تكلفة الالتحاق بالأزهر ده هيخلي والدي يتراجع عن رأيه، فطلب منه إنه يشتري له مجموعات كبيرة من أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن الكريم والتفسير وكتب الحديث النبوي الشريف، كنوع من التعجيز عشان يرضى والده إنه يرجعه القرية. لكن والده فطن للحيلة دي واشترى له كل اللي طلبه وقال له: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم. وتحقق حدث والد الشيخ شعراوي بالفعل، وأصبح ابنه بالفعل مع مرور الأيام والسنين إمام الدعاء. أهو الخوف ده خبر لا ضرورة له. ليه؟ أنك إن كنت تريد أن تؤمن نفسك من مخوف فأجهد أسبابك لتعوق هذا المخوف، فإذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الأمر بكل ملكاتك. إنما الشر الناسأ في الابتلاء، لأن الابتلاء اختبار، ما حدش قال إن الامتحانات شر، إنما تبقى شر على مين؟ على اللي يصغر. التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 1937، واهتم بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، فانطلقت حركة مقاومة الاحتلال الإنجليزي سنة 1919 من الأزهر الشريف، ومنه انتشرت المنشورات اللي بتعبر عن سخط المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي. وما كانش معهد الزقازيق بعيد عن قلعة الأزهر في القاهرة، فكان الشعراوي وزملائه بيتوجهوا لساحات الأزهر الشريف وأروقته، وكان الشعراوي بيلقي بالخطب، وتعرضوا للاعتقال أكتر من مرة، وكان وقتها رئيس الاتحاد الطلبة سنة 1934. اتجوز الشيخ الشعراوي هو في الثانوية بناء على رغبة والده اللي اختار له زوجته، ووافق الشعراوي على اختياره، وأنجب منها 3 أولاد هم سامي وعبد الرحيم وأحمد، وبنتين هم فاطمة وصالحة. اتخرج الشيخ الشعراوي سنة 1940 وحصل على العالمية من إجازة التدريس، وبعد تخرجه اتعين في المعهد الديني بطنطا، واتنقل بعد كده للمعهد الديني بالزقازيق، وبعدها المعهد الديني بالإسكندرية، وبعد فترة وخبرة طويلة اتنقل للعمل في السعودية سنة 1950،
واشتغل أستاذ للشريعة في جامعة أم القرى، واضطر الشيخ الشعراوي أنه يدرس مادة العقائد رغم تخصصه أصلاً في اللغة، وده كان في حد ذاته بيشكل صعوبة كبيرة، إلا أن الشيخ الشعراوي قدر يثبت تفوقه في تدريس المادة دي لدرجة كبيرة لاقت استحسان وتقدير الجميع. قضاء إذا نزل نسلم به، أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه يقول ربنا رضيت بقدري فيك أرفعك إلى قدري عندك. اتعين الشيخ الشعراوي في القاهرة مدير لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون، وبعد كده سافر الجزائر رئيسة لبعثة الأزهر هناك وقعد فيها حوالي 7 سنين قضاها في التدريس، ولما رجع القاهرة اتعين مدير لأوقاف محافظة الغربية، وبعد كده وكيل للدعوة والفكر، ثم وكيل للأزهر، ورجع تاني للسعودية وكان بيدرس في جامعة الملك عبد العزيز. وفي نوفمبر سنة 1976 اختار رئيس الوزراء ممدوح سالم أعضاء وزارته وأسند للشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، وفضل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر سنة 1978، ويعتبر هو أول من أصدر قرار وزاري بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وهو بنك فيصل، وكان ده يعتبر من اختصاصات وزير الاقتصاد أو المالية الدكتور حامد السيد في الفترة دي اللي فوضوا ووافقوا مجلس الشعب على كده. وفي سنة 1987 تم اختياره عضواً بمجمع اللغة العربية وهو مجمع الخالدين. فالخادم من الكون تمرد، فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. كان للشيخ محمد متولي الشعراوي مكانة خاصة في قلوب محبيه، ومن أشهر محبيه هو دكتور حسن راتب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما، ونشأت بينهم صداقة قوية وكان أساسها حب العلم وعمل الخير. تأثر دكتور حسن راتب بعلم الشيخ الشعراوي وفكره الديني المستنير وتحليه بالفضائل، وتأثر الشيخ الشعراوي بثقافة الدكتور حسن راتب ومفرداته والنموذج الفريد اللي قدمه في الاقتصاد وإزاي قدم القيمة المجتمعية والوطنية على فكر المكسب والخسارة. وفي أكتر من مناسبة أشاد الشيخ الشعراوي بالدكتور حسن راتب وبثقافته وعلمه. علاقتي بالشيخ فعلا علاقة تلبيس بأستاذ، علاقة مريد بشيخ، علاقة ابن أو بنوة بأبوة، كانت علاقة متعددة الأطراف. هو بيقول لك أنا أستاذ وأقسم لك بالله أنني أخذت منه ما يأخذه تلميذه من أستاذ، ليه؟ لأنه هو في نواحي يمكن أنا كنت بعيد في تربيتي عنها، فهو ادهالي من عنده، خد ثقافته من أول ما جات له ثقافة وابتدى أقعد وياه جلسة ينضع علي من الأشياء دي، فزود ثقافتي. جميل، يعني ده الأستاذ بيعتذر التلميذ. أمال إيه؟ شوف يا فتى، مفيش حد اسمه يمر بحياتك إلا وتستفيدين منه ويستفيد منك. وكان الدكتور حسن راتب صديق مخلص للشعراوي، فكلمته مسموعة ومشورته واجبة وحكمته وبصيرته دائما ما تنير الطريق، فخصص صالون ثقافي سنوي بيتكلم فيه عن مسيرة إمام الدعاء، وخصص ساعات على شبكة قنوات المحور للاحتفال بذكرى ميلاده وذكرى وفاته، وأطلق مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم باسم الشيخ الشعراوي. أعظم ما في هذا الشهر الكريم أننا نلتقي فيه برموز الحب ورموز هذه الأمة. دائما الأمم اللي ملهاش تاريخ بتصنع لها تاريخ، وإحنا أمة عريقة لها تاريخ عريق، مش محتاجين صناعة عليه. الأمم اللي ملهاش رموز بتوجد لها رموز، ومصر أمة ولادة لها رموز طيبة ولها أصحاب فكر ورواد عقيدة. وإحنا النهاردة في هذه الحلقة يعني بأسعد وبأشرف وبيشرف معي المشاهدين بلقاء مولانا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشيخ الشعراوي بدأ تفسير القرآن على شاشات التلفزيون سنة 1980 بمقدمة حول التفسير، وفسر سورة الفاتحة وانتهى عند أواخر سورة الممتحنة وأوائل سورة الصف، وتوفي قبل ما يفسر القرآن الكريم بالكامل سنة 1998، لكن فضل اسمه محفور بحروف من نور
باعتباره من أهم علماء الدين ومفسر القرآن الكريم في العصر الحديث، وأكثرهم قدرة على الوصول لشريحة كبيرة من المسلمين بالعالم باختلاف ثقافتهم، لبساطة طريقته في شرح أمور الدين وأسلوب السهل الشيق اللي جمع قلوب المصريين والعرب، وحيفضل خالد في ذاكرتنا وبيرجعنا لزمن فات بس لسه عايش جوانا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.